أنا تزوجت بقى صغيرة، تزوجت عندي 36 عام. ملي تزوجت كان تزوجت مني كان الوليد باقي حي، دابا مات الوليد شي 20 عام. ملي تزوجت ما عمرني أنا تعرضت لدارنا بشي حاجة، الوليد مات وما عمرني مشيت قلت لهم عطيوني ديالي، وخا محتاجة وخا ماشي باستطاعتي واحد الحاجة كنبغي نشريها وما كنقدش عليها صابرة عليها في حق أمي وخوتي. كنقول لا أنا مزوجة ومستورة، ما عمرني نقف في وجههم، ما عمرني نتعرض ليهم. كنمشي نشوف الوالدة ديالي وكنجي كنمرض وما عمرني تحكيت معاهم وكنقول لهم عطيوني رباغة باغة، كنصبر باش ما قسمني الله أنا والراجل. كان عندي الحمد لله، ما كانش عندي الحمد لله، ولكن ملي جاني واحد الإفراغ ديال الدار، هذه الدار ديال راجلي ديال الورات، جان واحد الإفراغ، عندنا واحد المشكل قديم دارينو الناس عدوستي وشيخي ما عرفتش شنو عندهم هذاك المشكل. انا جيت لقيت هذا المشكل ما عرفتش، ولكن ملي جاني جانا الإفراغ هذه شي 4 شهور وحنا دايرين التعرض عليه، المحامي معرضني على هذا الإفراغ، درناه باش ما قسمني الله، ما نقولش لكم كاين او ما كاينش، عندنا باش ما قسمني الله ودير تعرض. ومشي كل ساعه كنمشي لدارنا، انا ما كنتش باغا نمشي، ولكن ملي تحكيت وعرفت راسي غنطلع للزنقه كنقول مشيت عند خوتي، خوتي عطوني شي واحد البلايصه فين تسكن، كيقول لك حنا ما عندنا ما نديرو لك، سيري دعي. كنقول لهم راه ما عنديش باش ندعي، كيقولوا لي اللي يبقى برا على برا واللي في الدار يبقى في الدار. هادي ما كتبتش اقسم لك يمين، ملي كيقولوا عليا كنقول بحالي انا ماشي اختهم، كنقول لهم انا راه ماشي باستطاعتي، راه ما عنديش الولاد باش نتكى عليه، اما بنت ولا ولد نتكى عليه ما عنديش، عدي الله. وهذاك الطريب اللي خلى لي با باش نستر عليه على البرد والشتا، حيت ما كاين الله الحنين لا رحيم خيط الله، ما كاينش على من تكا. قال لينا مهما كيقول لي ما عندنا ما نديرو لك، كيقولوا لي واحد صبري اليوم غدا، اليوم غدا 20 عام هادي وانا صابره، وانا قلت صحتي مريضه ما حاسينش بيا، كنقول راني مريضه، راه عندي القواط وعندي الحساسيه وما قداش على فين تلاوط، وهادي شوفوا كيفاش ديروا لي. قالوا لك طلعي العربيه وبركي، العربيه فين غنبرك في التراب، ما معينيش ليا ديالو خوتي الورات، عندنا 12 واحد ما كيسمعوش واعرين، ما كيولي ولا بغيتي تهضري كيضغطوا عليك كيبغيو يضربوا معاك، وانا صابره وامي كتخاف، ما كتبغى ما تبغيش امي كتجي في حقي كتقول اللهم نتعرض لبنتي ولا ولادي صدقوا ضاربينها ولا هادي، وانا فايته مضروبه على حقي. هادي شي مده 5 سنين وتشارعت معهم في المحكمة وسمحت لخويا، ما بغيش نهبطو قلت خويا نبقى صابرة، أنا نبقى صابرة في حق أمي وخوتي نبقى صابرة، ولكن مني دريت راس الخيط ما عطاو ليا، ولو مزيدين واحد الدرية أختي هادي شي شهر مشيت باش ناخد واحد الصاك مني ما بغوش يعطوني، قالك طلعي واحد الكشينة ما نقولش ليكم، كنا كاينين اللي يمشيو في يمين ديك الكشينة كلب ما يتربطش بيه، ولكن أنا قالوا لي طلعي تم كان دير تنطلع تم وانا ما عنديش شوف، ما يبغوا يلوحوني في السطح. قلت لهم انا بغيت هذاك الطريق تعطيه لي، انا ما بغيتونيش نسكن معاكم، عطوني فين تسر تراس الخيط ما بغوا يعطيه لي، حرشوا عليا ملي مشيت ناخد الساك نزلت عليا برياج ورا ما نستقعلتات، حسيت راسي بحال المخ تشتت في الارض ولات هذيك الرياج ورا بحال التراب. واحد الدريه اختي صغر مني ما نقولش لك هادي الدرية اختي، ما نقولش لك، ما نمشي نقول انا كنت كندير ندير اقسم لك يمينا حاجه اللي عندي كندير ما عنديش، كنقول نعطيها لاختي، كتجي عندي كتقول لي اختي طايحه معاها في الحاره والحلوه ما عقلتش عليا، بقى الان وانا مصدومه وليت بديت نبكي الدمع ما بقاش كيسيلوا ليا، ما بقاوش على بهذيك الصدمه، كنقول اختي بنت من دمي من مي دارت لي هكا، وقوت عليهم قلت لهم راك بنتكم ها دارت لي وها دارت لي وها دارت لي، حتى واحد ما بغى يتصنت ليا. قالوا لي سيري تضل مجموعه معامده وحده وطفوا عليا التليفون، ما قالوش ليا كيفاش وعلاش، وتجمعوا معايا وقع هذا المشكل ما جاوش عندي كيفاش ولا هادي، وفيت هضرت على هذا الشيء واحد قال لي تي مشيتي شوهتي بينا وجري جهدك، كي غندير كي غندير انا حوجي من دابا وانا جاي معاهم كي غندير، عاد من غنمشي
شكون هذا اللي غادي يتصنت ليا كنمشي عند ممكن اللي كيضحك عليك ما مصوقش لك ولا بديتي تهضري كيخرجوا بك عينيهم؟ امي تحت الضغط، امي حيره ما عرفت، امي عاد واحد الحنان ما نقولش لك، ولكن انا ما باغاش كنقول ما تسخطش مع امي، ما تسخطش معاها، انا مضروره، انا مضروره بزاف، مضروره بزاف، وربي اللي حاس بيا، اقسم لك يمينا انت ربي اللي حاس بيا، هز الهم حتى اللي بيا الورات، حتى هنا هز الهم، ومشيت خوتي هز الهم، ما نقولش لك وليت كنفكر بزاف الحوايج نوصلهم، بزاف الحوايج باغي نوصلهم، وكنقول يا ربي تستغفر الله العظيم ما توصلنيش هذاك الشيء باش ما يغضبش عليا الله. وليت كندور على جمعي وانا عندي ديال والديا بنت السر، علاش ما بقوش يعطيو ليا؟ علاش؟ اشنو هو السبب؟ بغيتهم يواجهوني علاش؟ 20 عام هما باركين وبعض الناس في الدار شادينهم في العربيه، شي وحدين طلعوا العربيه وشادين العربيه دايرين ما باغي، وانا عندي حقي في الدار وفي البلاد، بقول يعطيك فين تستقر؟ فين تستقر؟ ما بغا منو كبيره ولا فين تستقر؟ واخا يكون بيت فيه 3 متر ماشي مشكل، حيت انا ما عديش عد من غنمشي، شكون هذا اللي غادي يحل فيا؟ شكون؟ انا اخوتي هما ياش 12 وحتى واحد ما حوزني، وانا اللي ما واداش، كل موالدين يقولوا ولادهم هما ولادي ولا ولادهم كي يحرشهم باش ما يجيوش عندي باش ما يطلوش عليا، بغيت انا نعرف اش درت لهم في الحياه ديالهم باش يديروا لي انا هكا، اش درت لهم؟ اش درت لهم؟ اشنو السبب؟ شكون هذا اللي كيشوف بيا بحال هكا؟ راه كيشوف شحال من حاجه وحاجه، ما كاينش اللي كيجي يقول اختي، امي تلبتت عليا حتى لهضرت كتقول لها سخطها الرضا، مع عمرها ديك الانسان ما تقطل عليا حيت انا بغيت هذاك الطريف ينتستر فيه، انا مسامحه في حقيقي نطل ندق على امي باش نشوف لقيتيها كتدخلي، ما لقيتيهاش تسني في الجرده تتبان امك ولا ما كانتش، يسدوا عليك الباب بحال هذيك المحوزه، ما كاينش ما كاينش، زعما انا بغيت كنتي غضبانه وعندك شي مشكل كتمشي لداركم كتبغي تسرحي رجليك، كنت كنمشي بحال هذيك المحوزه بحال اللي دايرينك، ما انت خت ماشي بنت كريم محمد، بحال هذيك ملقطينك من الزنقة ومربيه معاهم، انا عييت كنطلب من الله وكنطلب من جلالة الملك يشوف من حالي اللي كان يشوف فيا وكيتصنت ليا، وكنطلب من الناس يوقفوا معايا واخا يديروا ليا محامي اللي يهضر عليا انا ماشي باستطاعتي باش نوض نجري على راسي، انا مزوقة فيكم لما شوفوا كيفاش ديروا لي، انا مزوقة فيكم، انا مزوقة فيكم، راه اضطريت بزاف راه دخلت ليا الجنوية بالعظم، ما عرفتش كيفاش غندير راسي، حتى انا ماشي باقا صغيرة 56 عام في عمري، ماشي انا باقا غنتلاوط من هوك لهوك لهوك، انا وليت باقا نمشي للجمعية يا بنت السر، بغيت سما الراجل نسمح فيه حيت ما بقاش عندي الخاطر من اي حاجه، اي حاجه ما بقاش ليا الخاطر، حيت كيشوف راجلي خوتي ما هزوش بيا، عاد غادي يهز بيا راجلي ملي طحت في هذا الوضع، لا يا اخي شوف ما عرفتش كيفاش غندير، ما عرفتش كيفاش غندير، ولك ثاني كيتقال عليا بكثره الهضر، الا جيت نهضر ما غتمش ليا الهضر مع خوتي وخواتاتي، ما غتمش ليا، ما كاينش ما كاينش، باقي نستعمروك وكاك ياخذوا لك ديالك بزز عليك، سمحي فيه وديري اللي بغيتي، هادوك واخا تسرحي كرطونه برا ما يدخلوكش، حيت خويا كان مريض بالراس وكانوا رايحين السطح، وحتى يا اختي ماتت مده دابا شي 7 سنين او 8 سنين، كانت مريضه بالراس والسكريه ما خداش حتى هي ديالها الضلكه من نهار ويم في الكرا، ماتت وخلات وليداتها مع عام الله بهم ما عرفناهم فين كاينين، واحد هذا خويا تا هو كان مجوج ومرض بالراس ومرته واده معاه وليد تا هو راه مرته خدامه في الشركات باش تكبر هذاك الولد تا هو مرض بالراس، تا هي كتغوت على ديالو ما كاينش اللي كيتسوق لك ما كاينش جري جهدك ديري اللي بغيتي، كيقول لك اللي في الدار بقى في الدار واللي على برا بقى في برا، انا امي وخوتي الان ما كيسولوش فيا اشنو ضارك واشنو خاصك، زعما ديري جهدك وانا ما عندي جهد، عندي جهدي والله، ولكن شي محسنين يوقفوا معايا